هذه القوى الظلامية لا تريد لغزة أن تكون كذلك، هي تريد لها أن تكون صورة كربونية أخرى عن جلاليبهم وعن طرابيشهم. لكن غزة التي خرجت في انطلاقات فتح السابقة 2013 وبعد ذلك في ذكرى الشهيد الراحل ياسر عرفات، وبعد ذلك أيضا في الهبة الجماهيرية المساندة للسيد الرئيس التي خرجت ردا على دعوات العار خزي العار التي انطلقت في غزة في ذلك الوقت فشلت، وغزة أيضا التي خرجت في هبة جماهيرية. طبعا نحن نقول فتح يعني هذا شرف لنا الدعية، مش إحنا اللي سيرنا الجماهير، ولكن هذه الجماهير خرجت من أجل أن تبحث عن حياة أفضل تليق بها وتليق بتضحياتها وتليق بالشهداء العظام الذين قدمهم شعبنا، بدءا من زعيم المؤسس الشهيد ياسر عرفات حتى آخر شهيد ارتقى يوم أمس على الحواجز أو في مسيرات العودة. بالتالي هذه غزة التي لا يدون لها أن يراها العالم. كل هذا بهدف تصدير أزمتهم، أزمتهم مع المواطن الذي خرج ضد الظلم، الذي خرج شأرا لكرامته، يحاول أن يصدر هذه الأزمة في مكان آخر، من أجل ذلك يقوم بالاعتداء الوحشي على كوادر وقيادات فتح في قطاع غزة. هذا لا يمكن أبدا أن نسمح به على الإطلاق. هي في مأزق الآن، مأزق أنها هذا الغطاء الذي أسموه مقاومة انكشف عنهم تماما، لم يعودوا مقاومة بل يساوموا بالمال مقابل الهدوء، ويقوموا بالاعتداء على كوادرنا